يا صباح الفل، عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ أنا عارف إن الناس في الشغل والنهاردة الخميس آخر يوم في الأسبوع، ويعني الحالة مش تمام في التوقيت ده، بس حبيت كده ايه أشارككم معايا علشان كنت خدت رأيكم من 3 أسابيع أو شهر إن أنا هشتري عربية صيني. تمام، عندي شوية متطلبات كده واحتياجات لابد من وجود عربية هتبقى يعني ما يعني مش كل الوقت أنا اللي هسوقها، ولا برضه حد في البيت قوي هيسوقها، هتبقى مع سواق يودي الاولاد المدرسه النادي مش عارف ايه بتاع، يعني لينا شويه متطلبات واحتياجات كده، فكان لازم عربيه صيني. ليه بقى صيني يا محمود يا خيري؟ لان الافرج اللي انا كنت حاطه بصراحه انا شايف الصيني فيه قيمه مقابل سعر، لكن الصيني مثلا فوق 500 و600 والكلام ده اصبح مش فاليو فور ماني او قيمه مقابل سعر، لكن الافرج بتاع من 300 ل 400 الصيني مازال فيه بيقدم قيمه مقابل سعر رغم علو سعره. فانا من النوعيه اللي ما تقدرش تركب عربيه فاضيه، او مش هركب ولادي عربيه فاضيه ما فيهاش امان وما فيهاش حاجه خالص، وما بحبش كده. انا بحب الرفاهيه في العربيات شويه، وشايف ان مفهوم الاعتماديه مفهوم ممطوط، يعني اي عربيه انت هتحافظ على صيانتها، هيكون اختيارك جيد، هتبقى مختار موتور وفتيس انت عارفهم، خلاص انت هتبقى مطمن يعني، وتحافظ على صيانتك في مواعيدها والدنيا هتمشي يعني. فمش مقابل ده تحرم نفسك من الباكج الاوبشن والسيفتي فيتشرز والكلام ده. فأنا اشتريت عربية صيني خلاص أخيرا يعني، فلسه مستلم العربية النهاردة، كنت في دراسة عنيفة، كنت بقارن ما بين التيجو 7 والساو إست الدي إكس 3، وبعدين اشتريت عربية تانية خالص، يعني دماغي راحت لعربية تانية خالص، عجبتني الباكج اللي فيها، و فاليو فور ماني يعني بالنسبة لي تعتبر منطقية، الأفرج السعري ده ما يجيبش حاجة قوي يعني، فتعتبر اللي بتقدمه منطقي. تعالوا بقى أفرجكم إيه العربية اللي أنا اشتريتها. دي فتحة السقف البانوراما اهي، بحب الدلع انا حتى لو صيني يعني، وادي المساحات الخلفية، بس لسه هنزل افرجكم يعني، نقفل فتحة السقف بحسن الدنيا شمس وبعدين افرجكم من جوه الاول. دي يا جماعة ساو ايست دي اكس 5، ساو ايست دي اكس 5، تمام؟ ومحدش يقول لي اشتريت صيني ليه، علشان انا مش فايق لك. انا بص اسمع، انا لسه شارح الاسباب، اسمع دلوقتي انا حالتي ايه. مش فايق لك، تمام؟ ما توجعش دماغي، انا اشتري صيني وقت ما احب، خلاص؟ شايف الدلع؟ مش فايق انا. طيب بس بتاع الغزاله رايقه، نفرجكم على العربيه كده. اللطيف في العربيه دي ان الانفوتينمنت سيستم بتاعها سيستم اندرويد بالكامل، يعني سيستم اندرويد كامل تماما، في جوجل بلاي ستور وممكن تنزل كل الابلكيشنز بتاعتك، وجوجل مابس تشتغل على طول انتجريتد جوه الشاشه بيلت ان يعني، وما عندكش اي مشكله في القصه دي. فالانفوتينمنت سيستم بالنسبه لي مسلي جدا يعني، حتى الولاد هيبقوا مبسوطين جدا جدا جدا، فده بالنسبه لي موضوع لطيف يعني. كمان العربيه السيفتي فيتشرز فيها مقبوله حلوه، فيها كل حاجه، التراكشن كنترول، الهيل ديسنت اسيست، كل انظمه الفرامل والامان، الاي بي اس، الاي اس بي، الاي بي دي، فده بالنسبه لي مقبول، which is ان ده مقبول يعني، تمام؟ فانا بالنسبه لي العربيه دي هتلبي احتياجاتي، عربيه تبقى مع سواق، تودي الولاد المدرسه، تودي النادي بتاع، فبالنسبه لي جيده. المساحات كمان فيها حلوه قوي، والتكييف ثلاجه، دي اكتر ميزه عجباني يعني، درست الموضوع، التكييف على اول درجه من المروحه، لو انتم مركزين اهو، انا جاي طول المشوار على اول درجه من المروحه، تمام؟ فالموضوع ده لطيف. العربيه دي كمان مضمونها بالنسبه لي حلو، لان مضمونها ياباني، متسوبيشي شاريه حوالي 34% من الشركه دي من ساو ايست، شراكه اللي هو شراء متسوبيشي، تمتلك منها يعني اكتر من تلت
حصه الشركه. والموتور متسوبيشي والفتيس ده اعتقد مجري او دينامو من بانش باور، فشركه مشهوره بتعمل نواقل حركه السي في تي ونواقل حركه كتير قوي. فبالنسبه لي الموضوع مطمئن، يعني العربيه دي هيتعمل صيانتها، هتلبي الاحتياجات، استهلاك بنزين معقول، تكييف كويس، باكج اوبشن كويسه، فتعتبر بالنسبه لي لطيفه. تعالوا افرجها لكم من بره بقى. ده شكل العربيه من بره اهو، كمان شكلها بالنسبه لي مقبول يعني، وتشز ان العربيه دي شكلها وتصميمها كويس يعني. هم مستعينين بمصمم ايطالي بننفرينا طبعا، البيت المصممين الشهير الايطالي، وبيعمل لهم كل عربياتهم يعني. جنطة 18 لطيف توتون، يعني فيها كل الاحتياجات، كيلس انتري، ممكن تدور العربية من بره عشان تفتح التكييف يعني بتدور من الريموت، شوية اوبشن كده ايه بالنسبة لي مقبولة ولطيفة. ليد امامي وخلفي، يعني تعتبر العربية دي كويسة بالنسبة لي. اكتر عيب واجهني لحد دلوقتي ان العربية دي قعدتها عالية جدا، بس كويس مش ان مش انا اللي هسوقها يعني، يعني هيكون في سواق هيسوق العربية دي، فكويس ان مش انا اللي هسوقها، لان انا ما بحبش القعدة العالية دي خالص. انا راجل راكب زد فور يا جماعة، انا قاعد على الارض فاهمني، وطول عمري راكب سيدان يعني، فماليش في الجو ده خالص. فالقعدة عالية جدا، بس القعدة دي ممكن تناسب ناس كتيرة يعني، لو ليدي اللي راكبة العربية دي او حد بيحب القعدات العالية دي ويحس ان هو ممتلك الطريق هيبقى مبسوط يعني. العربية دي 1500 سي سي تربو، 225 نيوتن متر و 156 هورس باور، موتور مايفك متسوبيشي ياباني، وفتيس من شركة بانش باور، فتيس اوروبي يعني. عربية تعتبر بالنسبة لي كويسة قوي، بتقدم باكج كويسة قوي. عجبتني، سعرها حاليا 430 الف. العربية دي المفروض انها التطوير والتعديل الاكبر لدي اكس 3، عفشة مالتي لينك يعني، فيها كل متطلباتي. 430 الف دلوقتي ما يجيبوش حاجة خالص، فبالنسبة لي العربية دي كويسة قوي. توتون نازلة متدلعة، عتب سلم جانبي يعني، حساسات مطر وإضاءة، ليد زي ما قلت أمامي وخلفي، سيستم أندرويد بالكامل للشاشة، فيعتبر الموضوع كويس بالنسبة لي، حلو جدا جدا. أوتو هولد وفرامل كهرباء، مش ناقصة حاجة بالنسبة لي، دي المتطلبات المفروض تبقى في عربية عائلية كويسة. هفتح لكم ورا، المساحات كمان حلوة قوي، المساحات بالنسبة لي كويسة جدا. انا برجع الكرسي بعنف ولسه في مساحة. نفق الفتيس صغير، فالاولاد هيبقوا قاعدين مبسوطين. فتحة السقف البانوراما كبيرة، ده بالنسبة لي يعتبر كويس قوي. يوم ما امتلك عربية صيني كنت همتلك عربية صيني قيمة مقابل سعر، او بتقدم اللي ما بيقدموش اللي في فئتها السعرية. فجي الوقت المناسب خلاص، انا الفترة اللي فاتت جربت عربيات صيني كتيرة وبقيت مطمن شوية للتكنولوجيا الصيني، فما عنديش مشكلة ان انا احتياجات بيتي يبقى فيها عربية صيني بس قيمة مقابل سعر. مش هشتري عربية صيني ب 700 الف جنيه الصراحة، مش مقتنع، لكن ممكن اشتري عربية صيني ب 400 الف جنيه او ب 300 الف جنيه، بيقدموا فاليو فور ماني كويس قوي في الفئة السعرية دي، لكن ب 700 الف جنيه كتير، مش قادر اقتنع الصراحة، لسه بدري، وخصوصا انها مش عربية اساسية. مساحة الشنطة حلوة، شكل العربية كمان وتصميمها لطيف جدا بالنسبة لي يعني. أسوأ حاجة لحد دلوقتي من القعدة عالية، الكرسي قعدته عالية جدا، وأنا مش بتاع كده، بس ده عيب فيا أنا. فرش جلد بالكامل، لسه بقى هنقل لكم، لأن العربية دي مش هتتحرك من البيت، أنا العربية دي مش هبيعها تمام، فلسه بقى هنقل لكم واقع إنك تمتلك عربية صيني إيه، والتجربة معاها بحذافيرها وبكل أمانة، لأن دي عربية من فلوسي فلا لا انا لو واخدها من حد ولا بتاع ولا هتقعد تقول، مع ان انا لما باخد عربيات برضه ببهدلها وبقول اللي فيها واللي عليها، بس عشان الناس اللي مخها في الطراوه يعني. فهنقول لك بقى عيوب ومميزات انك تمتلك سياره صينيه وتبهدلها، العربيه دي هتبقى تحت رجل سواق فهتتبهدل يعني، وهتروح وتيجي فهنعيش معاها بقى ايه؟ ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر هنعيش معاها السنين الجايه، لان العربيه دي مش هتتباع، مش محتاجه اغيرها يعني، مش محتاجه اعمل لها ابجريد تمام؟ فهنعيش معاها بقى التجربه. سو اس دي اكس 5 هي عربيتي الجديدة الصينية، واهلا ومرحبا بالصيني،
وده يعني اكبر دليل ان انا ممكن اقتني عربيه صيني، عشان الناس اللي كانت بتقول لي امتى هتشتري عربيه صيني، ما تشتري عربيه صيني، ايوه اشتريت عربيه صيني ديش مشكله خالص، وشايفها ب 430 واختها اللي ب 330 الدي اكس في، فاليو فور ماني الاثنين، قيمه مقابل سعر، ومفيش حاجه بتقدم اللي بيقدموه هم، بس كده. شكرا، وكان معكم محمود خيري، وانتظروا التجربه الطاحنه لسياره صينيه انا امتلكتها.